احنا منظمه الغد اجمل، نقدم مساعدات للناس وكذلك للايتام والمساكين. نظفنا بمناطق حي اور ومدارس همين نظفناها. نركز على شغلتين، الاغاثه يعني كطوارئ، وثاني شيء المساعده. عندنا حمله لتدريب كوادرنا من اجل نشر التوعيه الصحيه. احنا فريق انطلق من جامعه الانبار. عندنا عمل مشترك ويا منظمه اليو ان دي بي بهيج حملات يعني بالفلوجه وبالانبار. التعاون بين الدوله وبين المواطن هو هذا جوهر الحياه اصلا، جوهر الانسانيه وجوهر المجتمع. كل انسان لازم انه يتطوع، لازم انه يساعد حتى لو بشيء بسيط جدا. كل ما انت تبدع بمجال عملك راح تلقى جهات حكوميه تساندك. تساعدونا بشغله كلش مهمه، انه الموافقات الامنيه. هؤلاء الشباب عندهم برنامج مع وزاره الصحه، عندهم مجال مع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، هناك شباب الرافدين عندهم عمل مع اماره بغداد مع الصحه، وفريق بصمه امل مع وزاره التربيه، يعني اكثر الفرق الان مع الوزارات بأعتبرهم يكونون ايد واحده. ان تفعل شيء لنفسك وللاخرين تشعر انت بالرضا عن ذاتك وتسعد وتغير حياه من حولك لنحو افضل، يعني هاي غايه الحياه.